السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والنور والسرور من مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. أحييكم وأتوجه بالشكر الجزيل لكم على تعليقاتكم وكلامكم الطيب وكذلك الاقتراحات المفيدة، وأتوجه كذلك بالشكر الجزيل إلى الأخوة الرحالة العرب على تقاريرهم المفيدة في يوتيوب، وأقول لهم ما قصرتوا وكفيتوا ووفيتوا، والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. مدينة سراييفو وهي مدينة حافلة بالتاريخ والعراقة والتنوع الحضاري والديني والعرقي، ولهذا تعرف ب أو تلقب بقدس أوروبا. الساحة اللي أنا موجود فيها حاليا تعرف بساحة السوق القديم، ويعود بناء هذا السوق في فترة الحكم العثماني للبوسنة والهرسك، ولهذا السبب احنا نلاحظ وجود الطراز العثماني على هذا السوق الشعبي. والمبنى او المجسم اللي تشوفونه امامكم هو عبارة عن نافورة سبيل، تعرف بنافورة السبيل او سقي الماء، ويقال ان اللي يشرب من ماء هذا السبيل راح يرجع الى البوسنة والهرسك، عد الله اعلم. انا راح اروح واشرب. نشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. جولة سريعة في السوق القديم، ويوجد جامع في السوق هل تشوفونه امامكم. والله اسمه عاد صعب جدا هذا الجامع، وفي جامع اخر يعرف بجامع غازي وهذا هو منارته، جامع غازي بيك، احد الحكام او الولاة اللي عينهم السلطان العثماني خلال تلك الفترة يكون والي على البوسنة والهرسك او حاكم عليها. محلات بيع تذكارات، هدايا تذكارية، وكذلك النحاسيات، وأسواق الحرف اليدوية والملابس والأقمشة. هذا هو فناء جامع غازي بيك في مركز مدينة سراييفو. هذا الجامع الله يسلمكم هو أكبر الجوامع القديمة في دول البلقان. طبعا بعد ذلك قام المرحوم الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ببناء جامع كبير في سراييفو جاي خارج مركز المدينة، لكن قبل ذلك كان هذا الجامع كان أكبر جامع في دول البلقان بشكل عام. هذا هو فناء الجامع، وهذه هي نافورة الوضوء، ويوجد كذلك برج ساعة، هذا هو برج الساعة تم بناءه مع الجامع، وحتى الأرقام اللي موجودة على الساعة لو تلاحظون أرقام هندية نفس اللي احنا نستخدمها. هذا الخط اللي تشوفونه على الأرض وجاي على شكل اتجاهات بوصلة هو الخط التقاء الغرب بالشرق في سراييفو. على هذا المكان تم تسليم المدينة من قبل العثمانيين إلى إمبراطورية النمسا والمجر. يعني البوسنة والهرسك تم تغيير السلطة فيها لتنتقل من العثمانيين إلى النمساويين. فهذا الاتجاه هو الاتجاه الشرقي باتجاه تركيا أو إسطنبول والدول العربية، ويوجد
السوق القديم المبني على الطراز العثماني أو التركي وجامع غازي بيك، وأما الاتجاه الآخر المقابل وهو الاتجاه الغربي اللي تم يعني تطويره بعد استلام النمساويين للمدينة. ولو تلاحظون اختلاف الطراز العمراني الموجود في هذا الاتجاه جاي بالطريقة النمساوية، يعني اللي راح يمشي في اتجاه الشرق كأنه يمشي في اسطنبول أو تركيا، واللي راح يختار أنه يمشي في جهة الغرب كأنه يمشي في شوارع فيينا أو سازبورغ النمساوية. وفعلا هي كذلك، لو تلاحظون شوفوا كيف المباني مباني نمساوية، ألوان وديزاينات وديكورات كلها جاية بطريقة أو بطريقة الفن المعماري النمساوي. شوفوا كيف للأسف الشديد يعني لا يوجد ترميم أو اهتمام للشكل الخارجي لهذه المباني الجميلة جدا اللي تم بنائها في عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية. هذه هي سفارة مملكة السويد، موقعها استراتيجي جدا جدا، موقع استراتيجي، ما أدري كم دافعين علشان بس يخلون سفارتهم هنا. هذه هي كاتدرائية كاثوليكية تم بنائها في فترة الحكم النمساوي لسراييفو أو البوسنة والهرسك، واضح عليها الطابع النمساوي، تشبه كنائس النمسا. هذا أحد الأجزاء اللي موجودة في القسم النمساوي لمدينة سراييفو. ما أجمل المباني صراحة، وما أجمل ألوانها والنقوش اللي موجودة عليها. هذه كنيسة أخرى، ولكن هذه المرة كنيسة أرثوذكسية لصرب البوسنة تحديدا، لأنهم ذو غالبية أرثوذكسية، وحتى الصليب اللي موجود صليب أرثوذكسي جاية في مركز المدينة. هذا مبنى لفت انتباهي صراحة، مبنى قديم وجميل جدا، يعود بناءه إما إلى القرن 18 أو 19 بالكثير، لكن للأسف الشديد شوفوا كيف طلقات النار عليه من أيام الحرب في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وإلى الآن لم يتم إخفاء أو تصليح المبنى لإزالة هاي الطلقات. ما أدري هل هم متعمدين أن يخلونها للذكرى أو أن ما عندهم الميزانية أو ما عارف، بس واضح أن المدينة جميلة جدا وعريقة وفيها الكثير من المباني التاريخية. هذه هي حالتنا بعد التقاعد إن شاء الله، لعب الشطرنج الأرضي، يا حليلهم الشياب. أحد التماثيل الموجودة في مدينة سراييفو هذه النار اللي تشوفونها مشتعلة، كانت مشتعلة من أيام الأربعينيات من القرن الماضي، تحديداً عام 1945 إلى الآن ما انطفت. ففي السابق كانوا يستخدمون الخشب، وحالياً عن طريق الغاز والفحم. النار هذه تخلد ذكرى ضحايا البوسنيين في عام 1945، وكانوا هم ضحايا الحرب العالمية الثانية بشتى عرقياتهم المختلفة، سواء كانوا مسلمين أو كروات أو صرب.
يا سلام يا سلام، هذه هي المخابز الصراحة اللي تيب راسي في أوروبا، شيء طيب وجميل وفرش وشغل بيوت. راح أدخل أجرب لي نوع من أنواع الشطائر اللذيذة اللي عندهم في هذا المكان الجميل والساحة الجميلة اللي فيها خضرة وكراسي للاستراحة. خلونا ناخذ استراحة في هذه الجولة في مدينة سراييفو ونخصصها لتناول فطيرة التفاح اللذيذ مع اللبن. هذا هو نهر ملياكا، وهو نهر يقطع العاصمة سراييفو إلى جزئين، شمالي وجنوبي. والمبنى اللي تشوفونه أمامكم هذا يعرف بأكاديمية الفنون، وبجانب الأكاديمية توجد سفارة صربيا وكذلك سفارات أخرى مثل السفارة الإيرانية، هذه هي السفارة الإيرانية. وخلف أكاديمية الفنون توجد السفارة الألمانية. هذه هي جامعة البوسنة والهرسك في مدينة سراييفو، حرم الجامعة بالكامل يطل على أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة سراييفو. بجانب الحرم الجامعي لجامعة البوسنة والهرسك يوجد مبنى السفارة الأمريكية، وفي هذا الاتجاه توجد مجمعات تجارية، سراييفو سيتي سنتر وألتا مول، وهذا الاتجاه كذلك يؤدي إلى مركز مدينة سراييفو من الناحية الغربية. هذا هو نهر ملياكا، وهو أحد أنهار البوسنة والهرسك الكثيرة. وهذا هو فندق بريزيدنت اللي أنا أقيم فيه حاليا في سراييفو، وهذه هي المكتبة الوطنية، وهذا هو جامع الإمبراطور، وهذا أحد الفنادق كذلك في سراييفو، فندق الحمام السلطاني، ويتميز بوجود حمامات تركية، وهو فندق 4 نجوم. وهذا الجسر يعرف بالجسر اللاتيني، هذا الجسر اللاتيني يصل بين ضفتي النهر، الضفة الجنوبية اللي أنا موجود فيها والضفة الشمالية. هذا هو النهر. على النهر يوجد 13 جسر تم بنائهم في العهد العثماني أو فترة الحكم العثماني للبوسنة والهرسك. أهم هذه الجسور هو الجسر اللاتيني اللي تشوفونه أمامكم. من هني انطلقت شرارة الحرب العالمية الأولى. راح تسألوني كيف؟ راح أقول لكم القصة. على الطرف الشمالي للجسر اللاتيني يوجد نصب تذكاري أقيم لتخليد ذكرى اغتيال ولي عهد إمبراطورية النمسا والمجر. الاغتيال تم على يد أحد الأشخاص من صرب البوسنة، والسبب كان يعني حجة المطالبة باستقلال البوسنة عن الاستعمار النمساوي وتوحيد اليوغوسلافيين بشتى عرقياتهم تحت حكم واحد بغض النظر من يدير الحكم من اليوغوسلافيين. هذه الحادثة كانت في شهر يونيو من عام 1914، وسبب زيارة الأمير النمساوي لسراييفو في تلك اللحظة كانت لحضور حضور حفل الذكرى 525 لمعركة كوسوفو، واللي تم فيها هزيمة الجيش العثماني المسلم على يد الصر في كوسوفو واستشهاد السلطان العثماني مراد الأول.
سبحان الله الأمير أو ولي العهد كان جاي للاحتفال بانتصار الصرب وما كان يعرف أنه راح يلقي حتفة على يد الصرب خلال زيارته لهذا الاحتفال. طبعا بعد حادثة الاغتيال جهزت النمسا الجيوش لاجتياح صربيا وضمها للإمبراطورية النمساوية الهنغارية، وتحالفت معاها ألمانيا من جهة، ودخلت روسيا الحرب مع الجانب الصربي، والتقت طبعا مصالح دول أوروبا الغربية مثل بريطانيا وفرنسا مع روسيا، فدخلت هي الحرب كذلك ضد النمساويين والألمان، وأدى ذلك الشيء إلى هزيمة ألمانيا وتوقيع معاهدة فرساي للسلام في باريس في نوفمبر من عام 1918. وبهذا الشيء تفككت الإمبراطورية النمساوية المجرية إلى دول عدة، منها النمسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا. سبحان الله هذه الإمبراطورية كانت عظيمة من حيث المساحة والقوة العسكرية والقوة الصناعية، إذ أنها انتزعت البوسنة والهرسك من العثمانيين وكانت إمبراطورية شابة وما كانت تتجاوز 51 من العمر، ولكن ما لبثت أن تقوم حتى تسقط في عام 1918 نتيجة الهزيمة اللي لحقت فيها بالحرب العالمية. في النهاية يعني قيام الدول وسقوط الدول يذكرني بمقولة الشاعر الأندلسي الشهير أبو البقاء الرندي لما كان يرثي سقوط الأندلس: وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حالها شانه، يمزق الدهر حتما كل سابغة. وكذلك يذكرني بقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. التقاط لمن يعني من زاوية أخرى لفندق بريزيدنت والجسر اللاتيني اللي انطلقت منه شرارة الحرب العالمية الأولى، وهذا هو جامع الإمبراطور. بعد الانتهاء من أداء صلاة العصر في جامع الإمبراطور في العاصمة سراييفو، استراحة قصيرة في فناء هذا الجامع الجميل أمام نافورة الوضوء، وحاب أخصص وقت الاستراحة هذا للتحدث عن الإسلام في البوسنة والهرسك. كما تعلمون يعني قبل النصرانية وقبل الإسلام في أوروبا كانت الشعوب وثنية، ثم اعتنقت النصرانية بشكل كبير، يعني معظم الشعوب في أوروبا اعتنقت النصرانية. دول البلقان كانوا وثنيين اعتنقوا النصرانية إلا عرقية واحدة كانت تعرف بعرقية البوشنات. حتى عام 1463 عندما دخل الفاتحون العثمانيون بقيادة السلطان محمد الفاتح، الناس اللي موجودين في البوسنة والهرسك بالتحديد البوشناق، عرقية البوشناق اللي كانوا على الديانة الوثنية، شافوا سماحة الدين الإسلامي والأخلاق العالية لدى العثمانيين اللي جاؤوا إلى البوسنة والهرسك.
وكذلك شافوا مبدأ التوحيد في الديانة الإسلامية. اعتنق البوشناق بشكل كبير أو بعداد كبيرة الديانة الإسلامية يعني بقناعة كبيرة منهم، وسبحان الله إلى هذا اليوم هم مسلمين والإسلام بخير في هذا البلد. هذا هو مبنى المكتبة الوطنية للعاصمة سراييفو في البوسنة والهرسك. يعود بناء هذا المبنى إلى عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية، وقد تم بناء على الطراز الموريسكي أو الطراز الأندلسي. تعرض للقصف الشديد من قبل المدفعية الصربية، من قبل صرب البوسنة أثناء حصار سراييفو، وأدى هذا القصف إلى احتراق المبنى بالكامل. وكان المبنى يحتوي على 1.5 مليون من الكتب والمخطوطات النادرة، وقد تم يعني إحراق هذه الكتب خلال القصف. معظم هذه الكتب تم إحراقها خلال القصف. حاول البوسنيون يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكتب بحيث أنها ما تحترق، لكن للأسف الشديد تعرضوا لطلقات النار من قبل القناصة الصرب الموجودين في الأماكن المحيطة لمبنى المكتبة. تم إعادة بناء المكتبة على نفس الهيئة اللي كانت عليه قبل الحرب البوسنية، ولكن حاليا تستخدم لإقامة الفعاليات الوطنية. هذه هي الغرفة. الغرفة ممتازة جدا، أثاثها حديث، فيها خزنة أو خزانة وهذا الباب، وهذا هو الله يعزكم الحمام، عبارة عن شاور ودبليوسي ومغسلة، وفي شباك يطل على الغرفة، وفي ستارة حيث أنها تتسكر. وهذه هي الغرفة king size جاية بالطريقة هاي. لوحة فنية تلخص معالم سراييفو، صورة بانورامية لأهم المعالم في سراييفو، وهذا هو التلفزيون، وحتى في حق تسخين الماء. وهذه هي الإطلالة، أحلى ما في الغرفة الإطلالة الحلوة هاي على جامع الإمبراطور اللي تم بناءه في العهد العثماني، وهو أول جامع قديم يتم بناءه في البوسنة. وهذا هو نهر ملياكا، أحد الأنهار في البوسنة والهرسك. شوفوا كيف الإطلالة، إطلالة جميلة وغرفة جدا حلوة